I think أنا مثلاً داونلود عندي هون المفروض يبينوا بال داونلود فولدر research methods paper summary. Okay, control Z. ما اشتغلت. It's not a big deal. Date modified. I think مفروض يكون هودي هني. So, مين بيحب يبلش هو؟ مين بيحب يتبرع؟ حسن؟ Okay, let's go. Okay. Dot DCX, so المفروض يكون in this format. So, please, من هلا بلشوا تعودوا كيف نعمل ريفيو لبعضنا. هلا اذا حدا هو اخذ كوبي بيست من قلب البيبر مش حتتعلموا معي لانه I won't leave comments on it, okay؟ لانه بعرف منه كلامه هو منه شغله هو، بس اذا حدا محاول يعمل صياغه او في جمله متكامله حتلاقيني عم بلش علق على الموضوع اكيد وحبلش انا اصير علق على الموضوع معطي ملاحظات كانت الجمله تنقال بهالطريقه كان فيك توضح اكثر and so on and you start getting a clear idea how to do a review for your colleagues بكره للبروبوزل. طبعا هذا الشغل حنشتغله in depth اكثر لما تبلشوا تعملوا submissions للبروبوزلز، اوكي؟ لانه هيك مضطرين تكتبوا تكست كامل، حضطر انا اعمل ريفيو كامله، بلش اعملها كمان للمتطوعين الاوائل، هن بيستفيدوا and they will refine their proposal وبعدين بصير تتعلموا من هن كيف فكروا كتبوا البروبوزل تاخذوا افكار ومن انا كيف عم صلح لهم لتقدروا تعملوا كمان ريفيو. So let's pick up this paper. So أكيد مبين علي أسماء الأوثرز موجودين هن من هودي اليونيفرسيتيز. These are Japanese universities, I think. Shape, okay. It's a conference article. أنا هون كنت بتمنى أعرف الكونفرنس هي شو اسمها. عندك قدرت تعرف شو اسمها الكونفرنس؟ ما كانوا حاطين شو اسم الكونفرنس so we can check it up together كمان نحاول نشوف كيف فينا نلقطها yes okay بركي هي entity review هي اختصار يعني نشوف شو هي ال entity بركي ممكن تكون هي yes على كل حال بركي هون على البيجز تاعول الشباب على ريسيرش جيت او اذا حدا ثاني مستشهد فيها عمل له سايتيشن على ريسيرش جيت في يصير اوثق فيها تو لارج اكسنت طالما هن اسمائهم موجودين هون وانا حاطتها هون بيني عندي على البروفايل تاعيت الاوثر طبعا ريسيرش جيت بين بارانثيسز كمان واحد اوف ذا نايس ريفرنسز اللي انت فيك ترجع لهم شكلك انه منه واحد اوف ذا نايس ويب سايت فروم ويتش يو كان ماين ايدياز فيكم هلا تخلقوا اكونت عليه researchgate.net most probably هود الاشخاص اللي هن عم يشتغلوا على بيبرز حلم حياتك على التوبيك تاع الدومين اللي انت اخترته you can follow them مثل على الفيسبوك بس for research okay it's a social media for research so you can follow them up you can بالتالي have the latest updates on their work and so on and so forth most probably حتلاقي شغلهم هن عاملين له publication already هون on ResearchGate لحتلاقي ما يصيروا يخبروا عنه العالم، اوكي؟ الكل بيحرص انه يكون عنده up to date profile يحط عليه كل المشاريع والاساس اللي بيشتغل عليها، so you can get it from here. هلا you can request sometimes كمان the full text اوقات بيكون generously الاوثر بيعطيك watermarked version يعني ما بتقعد تنتهك الكوبي رايت اوكي تاع الجورنال وبتكون بتصير بتساعدك انت في حال ما كنت افيلبل اونلاين.
خلينا نشوف بس هون إذا حاطين شيء معلومات. So it's an article, so maybe it's a journal article, بس فيني أنا أشوف الـ citations تاعولها, يعني I think كم حدا عمل له citation لهيدي الـ paper, وبالتالي أقدر أشوف كيف. I'm not sure, مش مبينة عندي هون الـ citations. So it's fine. حروح أرجع برم علي على الإنترنت. بين هون معي the entity technical review. There should be a name for this journal أو شو اسمه. Sorry. Go. PDF. خلينا بس نجيبه بكل الأحوال. Global Synthesization Activities أكيد لا. Home. So حقفص بس لحاول شوف هلا عن ال Entity Technical Review شو هي اختصار لشو. كمان مش كتير مبين. عم حاول برم على ال About أو something لأقدر أعرف بس هي اختصار لشو the Entity. Since I'm not an expert in this domain. The Editorial Board أو ال Contact. So بس مبين هي جورنال, ممكن يكون اونلاين جورنال, هلا ببين معنا. اوكي سو هي عباره عن هيدي شو اسمه, اتس نيبن تيليغراف اند تليفون كوربوريشن. اوكي الشركه شكلها هي عامله هيدا ذا انتيتي تكنيكال ريفيو, وهي بركي يعني مجله, بس ما بعرف قديش البارت العلميه اللي فيها. بدك تلحق تشوف هودي الاديتورز اللي هون اللي هن بيكونوا مسؤولين عن صحه المعلومات اللي فيها, هن بيقرروا على الريفيورز تاعوا لدول البيبرز اند سو اون اند سو فورث. هالاديتوريال بورد هيدا هو اللي بيكون مسؤول عن صحه البيبرز اللي فيها. فاذا هدول كلياتهم اكاديميه, اوكي اكيد بتكون صار عندها وزن هيدي الاديتوريال بورد. اوكي ما بتكون مثل لتس سي ممكن شركه تاتش تعمل شيء نيوزلتر او تصير تعمل بابليكيشن وايت بيبرز. اوكي تيبيكلي بيزكرو فيهم حل مشكله الفلانيه ب covering rural spaces in Lebanon. حيجوا يحكوك علم ويقولوا لك كذا وشو اضطرينا نجيب مع الداتا وكيف فحصنا وكيف نحن قبل وكيف عملنا. اكيد شيء له وزن, مش حيكون اي كلام بالعادي. اوكي لانه شركه كبيره عم تشتغل على ارض الواقع, اكيد they have like you know credible results. بس لما تكون شركه هي تعمل مجله علميه, اي بدها تكون من الشركات كثير كبار ويكون عندها editorial board بقلبها اكاديميين لحتى ما يصير عندها credibility. اوكي so I'm not an expert in this domain. I don't know whether to which extent هيدي هي. على كل حال في الواحد كمان يطلع عند ريترز اند تومسون اند ريترز ويحط ببرم فيها تيبيكلي هي بتعمل تصنيف, كيف بيعملوا تصنيف للجامعات, فبيعملوا تصنيف للجورنالز والكونفرنسز. ففيك تشوف قديش الامباكت فاكتور تاع هيدي الجورنال وتشوف قديش هي مصداقيتها بالدومين. اوكي سو لا انا I think it is عند شو اسمه it's a digital library شو اسمه, فممكن كتير يكون journal بينزل online journal وبيعملوا submission عليه لكل شيء related to telecommunication and telephony. okay sorry هون it's an online monthly journal exactly. okay So edited by Entity Science and Core Technology Laboratory Group. So هو مختبر أبحاث تابع على هذه الشركة وشكله يعنى ب ب ب شو اسمه ب online journal publications بهذا الدومين. Okay. فبس قديش once again قديش ال impact is كذا that you have to Google it by yourself. ال please ال PDF اللي أنت حديد فيه هو هيدا. هذا هو ال PDF. Okay. So هحاول انا اشوف انطلق من عندك وارجع اجي لهون. لكن هون كنا فينا نحط ذي بس انه يعني للمعلومات كان فينا نحط ذي entity technical review or monthly journal etc. اوكي what is the tackled problem عم بيحطوا لنا low capacity transmission single surface capability and high cost to implement. Once again انا كنت I was expecting it's fine كل شيء انتم عاملينه خير وبركه, كل حدا عامل هومورك اوريدي فيه يكون اخذ مينيموم 4 من 5 مش اكثر. حنخلي الواحد الاخير للتميز, انا هيك ما تعرفش له هم اللي
جريد، كل واحد محاول يطلع خاصة هدول بتخيل إن هن دي يعني they represent potential problems مبينين من شكل okay. بس simply لنقدر نحن نصيغ ال problem section بقلب ال proposal لازم يكون في كلام منصاغ بقلب جملة okay. بس you did the first step اللي هي الأهم إنك to spot the problems okay. So let's check up إذا هذا الشغل مزبوط. حالك أنا حسب خبرتي المتواضعة بروح دغري على الأبستراكت. The AFSAN group blah 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 are actively working to develop a new standards in order to achieve high capacity transmission, multiple service capability and a flexible network operation. And it seems you spotted it from this place exactly. Okay. So لا شك مبين هن شيء عم يشتغلوا عليه. Okay. But maybe you can dig deeper in the introduction, in the various sections here to spot how the problems, to which extent. One هن عم يسلطوا الضوء أكثر. هيعالجوا واحد منهم. هي ثلاثة تنضرب واحدة. So maybe you can get more elements on this. لأن هن هو عم بيقولوا كانوا إنه once again like في ناس عم يشتغلوا على new standards in order to achieve كذا كذا كذا. Okay. This article reports on the standardization trends of NGPON2 systems that are being developed under a framework of blah blah blah. Okay? So, يمكن بالتالي خبرك وين صاروا مثل كأنه هن عبالهم يحلوا هدول المشاكل عندك هدول الـ 3 axes of enhancement وفي مثل كورسر معين ما بتعرف هالستاندرد هذا الـ NGPON2 وين حيحط لك الكورسر حلو للأخير حيحلو to a large extent حيبقى محله we don't know هذا المفروض خبرك إياه البيت okay so by the way ليش هني بدهم يحلو هذا هلا ببينه معنا كمان بكي نحن عم نقرأ in order to achieve لاحظ من أول الطريق برافو إنك كشفته okay so in order to achieve high capacity transmission multiple service capability اللي لك إنه okay exactly flexible network operation high bandwidth and improve the performance بس بركي هدول دائما فيك توصل بالوايز لحديت ما تقول فاينلي هودي ولا شو بيلزموا بيلزموا مشان اقدر انا ابعت لانش نمبر اوف باكيتس سيمولتانيوسلي طب لشو بيلزم بيلزم مشان تيبيكلي بين سيرتن ابلكيشنز ذات ار داتا جريدي مثل شو مثل فيديو ترانسميشن يعني اوكي فيك تضلك تسحب فيها لتجيب شيء بيعني الناس لتجيب شيء بيحل مشكل للبشريه اذا بدك اوكي يعني هلا نحن كلياتنا صرنا انه مثلا على الاكسبانشن اوف السوشيال ميديا وغيرها وغيراتها كل الناس اللي بتحضر لايف فيديوز بتشوف اوكي يعني ما بتقرا الخبريه بتحضر اوكي حتى بقول لك فيديو في الداخل بس مشان تفوت تقرا الخبر لانه بدهم اياك تفوت ان اذا يو ونت يور كليك فبركي هيدا اللي حيخلي انه يخلي الهاي باند ويث والهاي كاباسيتي هو اتس بيكامينج ا نيد اوكي لما والله يكون انا عندي 50,000 متفرج بقلب ملعب فوتبول بكره بكاس العالم بدهم كلهم يعملوا لايف ستريمينج على نفس كم في سيل تاور اوكي داير مندارو طب بديش بدهم يستحملوا ضغط هون عم يبعثوا لايف ستريمينج يمكن اتش دي من تليفوناتهم ان ريل تايم سو هاو ذا نيو داي ان نو دايز ابلكيشنز اللي ما كانوا موجودين 10 سنين لورا هن اللي حيخلونا انه لايك وي نيد هاير باندويث هاير كاباسيتي اند سو اون اند سو فورث اوكي فالواحد في يرجع لورا ليتخيل هدول المسائل طبعا يمكن بيبر مش ايلتر فمش مضطر Okay, but you can ask these questions. بالعادة هودا بتلاقيهم بال overview papers and so on. لشك ال paper اللي حضيان فيها حسن كتير special. نحزين بنص الطريق. Already في standards طالعين قبل في standards كذا. هذا الشغل عم يقولوا بس شو ال standardization terms اللي هنا عم focus عليه. Okay. Perfect. So هون مبدئيا بين علينا like to meet the large demand for high capacity transmission in كذا كذا. 10 gigabit already has already been done by IEEE. So, like for Jake, when it was in the literature somehow already. To enable cutting edge standardization of a future optical access system, the group Leflani are currently discussing the specification of 40 gigabit capable PON, okay, which employs better. So it's a very specific paper. بس كان عم تحكيك let's say عن security protocol معين كان يشتغل على let's say 1024 بنت هلا بيستعمل 2048 بنت زي كان الهاكرز لسه اكثر ما يقدروا يعملوا بروفوس بس انه شو حيأثر على latency وعلى هلا they are discussing this مثلا هلا اذا بتشوف اي paper عم تحكي عن الفاين
والال تي اي والاسس الاشياء الجديده. سو حتشوف شيء كثير محدد اكثر, شيء كثير ان دبث اكثر, اند سو اون اند سو فورث. And this is why ممكن ما تلاقي الكونتريبيوشن مختمره جاهزه خالص, مضبوط؟ يعني ممكن يكون عم يقول لك هلا هن وين وصلوا سو فورث. اوكي سو اكيد ممكن يكون شوي تشالنجينج انه ما يكون كل الايتمز اللي انا طلعته موجودين بهيك نوع من البيزز ايفنتشلي. So what has been already done? So هون عم تحكينا عن ال G989 series. هودي اللي طلعوا قبلهم تبعوا البانل عادي مش هيك؟ بس شو طالع so far؟ اوكي قبل هيدي البيبر ما ينعملها publication. اوكي so the طالع هيدا consented in March 2013 covers the general requirements for NGPON2. في December specifies physical media. Depend ولا هيك بيسموها. Okay, it's a technical word that I don't know what it means. Okay, and then in July they specified particular what the particular what بين كونفيشينا is for the transmission conversions. أكيد حال بركي هني هون موجودين بهذا المقطع. So I'm going to as the table indicating home below. Yes. So how the واحد general requirements بعدين the physical media dependent okay layer specification and then the transmission convergence layer specifications okay how the اللي هني عم تقول لي انت they have been already found out okay was improved tag. These achievements so far suggest that the standardization of the blah 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 series will be completed in 2015 or 2016. Okay? Okay? General requirements على wavelength plans. Yes. Okay. ما في شيء papers أجدد تحكي عنه. Okay. Okay. So it's by the way أصلاً هي كلها بعدها it's a very short paper. It's a 5 pages paper. بس كنت عم تحكيك عن هذا الستاندرز. وين شو صاروا مطورين so far فيه ولمين هن اللي صاروا فيه. It's different than the vast majority of papers. بركي هلا الباقيين ببين معنا بالشغل تاعهم اللي هن like systematically بقول لك أنا عملت شيء معين, أنا حققت شيء معين. زي مثلا خد اذا حدا بده يستعمل يعمل ابلكيشن اون توب اوف ذا NGPON tool اوكي سو بيقول لك هي موجوده بتوصلني لحديت هون كان في سيستمز اوريدي موجودين بيستعملوا NGPON العادي انا بدي اعمل لهم مايجريشن بس الى تمن لانه القصص تشتغل بطريقه مختلفه ليت مي شو يو ذا ستابس ليت مي بنش مارك بيفور اند افتر بيقول لك شو الريزلتس بيقول لك هلا شو فاضل بعد انه يعمل اوكي سو اكيد كنت حتلاقي بالتراديشنال بيبر ذات از لارجر يوجوالي في اول ذا اليمنتس ذات اي منشند ان ذا لحديت هون كان كل شيء تمام حس عندك محل معين what are the similar related work reduction network efficiency هيك actually هدول بركي كنت متأمل من كل الطلاب إذا بدهم يحطون يحتفظوا فيهم بالreferences يعني okay يعني حدا بسنة الكذا عمل هيك حدا بسنة الكذا ولو أرقام الreferences إذا شيء والواحد when we get back to the paper نقدر نشوفه إن شاء الله okay So هون مش وين انت لقيتون هودي الأسس similar related work هون بهال part okay بس هني هون ليش هني عم بيشرحوا أسس already قطعت ولا عم بيشرحوا أشياء هني ناويين يعملوها هون صاروا yeah Okay. The future one is presented where? Okay. So انت لك ان هيدي مش من قلب البيبر. هيدي من عندك لانك you know what has been already done فبتعرف شوف كان فيه قصور او اشياء ناقصه. Okay. انا هايلي ريكومند الواحد عن جد يقدر يلقط هدول من قلب البيبر وانس اجين التشالنجينج بارت عندك نوعيه البيبر مختلفه اوكي عم تحكي عن ستاندرد معين ببيبرز هلا بنحاول نشوف بغير اي اكيد اي دونت ثينك سو
ريليتد ورك مش ذاكرين شيء، وفيوتشر ورك مثل ما كنت عم تقول لي ممكن كثير ما يكون حكينا مع بالمناسبه. اوكي، وات از ذا بروبوز كونتريبيوشن؟ ياب اوكي. Don't you think انه هيدي هي الكونتريبيوشن تعيد فكره ال NG POM 2 كلها على بعضها مش هيك؟ So بينما اذا بدك هيدي البيبر ك ك كبيبر لحالها وانت قال لانه هي سبيشال بيبر، هي بس الكونتريبيوشن تاعتها تو بريزنت ذيس ستاندرد. اوكي، البيبر بحد ذاتها هي جاست تو بريزنت، بعدين عشان هيك الكونتريبيوشن لابد منها بنش مارك ولا فيريفيكيشن. يمكن ما يكون في عندها الفيوتشر ورك اللي واضح منها، مش حيقول لك ليك خلص نوعكم كيف حكينا عن هدول، حنرجع نحكي لكم بعد ما يطلع فيرجن جديد او يطلع نيو امندد ثينك. فمشان هيك سبيشال. بس اذا معك حق، اذا الفكره بتجي فون لا شك قارئ انت بين دستور مطلع انه اللي خلى الجي بوينت 2 يشتغل بهالطريقه انه they used the TWD. اوكي، وهاو ذس از اتشيفد كمان هون عم تشرح لنا عن هي التكنيك كيف هي بتشتغل. اوكي، فهي نفذه منيحه جيده منك، بس لو كنا ببيبر عادي كنت شفنا لا بنطلعهم من قلب البيبر. اوكي، لو كان سيبر عادي. يس إذا ماني غلطان عليه، إذا ماني غلطان منه تفسير ليش هي مهمة. هي أكثر كيف حققوا لهالجي الكونتريبيوشن. أوكي، ففعليا هن الكونتريبيوشن تاعتهم إذا كانت هي بس إنه يشرحوا هذا الستاندرد، فمنه شيء كثير عويس بس just by reading about it. يعني they read it all because the requirements document شيء كثير كثير كبير بالحياة، قرأوه لخصوه وحطوه. فعليا هن بحد ذاتهم عنده الكونتريبيوشن الخطيرة تاعتهم. They are just explaining. Okay. Yes. The design, development, implementation, but by many things. حسب كل problem. لازم نحاول هلا إذا بدكم يعني أنا سريعا حارجع وأقف أقلب على paper بلكي يكون traditional أكثر لتشوفوا how we can capture these elements easily. لا لانه هون طلع اذا هو بده يزيد الباندويث كان في يعمل كثير. لو هي البيبر عم تحكي عن suggestion from scratch للنيو بروتوكول او تكنولوجي، كان اكيد الهدف هو انه يزيدوا الباندويث. بس كيف اللي حققوها؟ by changing these parameters, by doing this, by doing that. اوكي، فما بنعرف كيف هيدا، بس بعدها خلص ما بقى هدول البارتس كله ما بيرجع. they are not questioning the importance of the original contribution. يعني بحاجه انه يحسنوا. اوكي، الكونتريبيوشن هن انه امنوا بروتوكول كيف؟ by changing this parameter and that parameter. They built it on top of an existing protocol. Okay, so دائما حتقدر يدول بارتس تقدر تلاقيهم بالبيبرز usually. To which extent قالوا بس اوكي، لانه هون once again عم تحاول انت تشوف كانه هون حسن عم بيحاول يشوف انه creating the ng-pon2 protocol technique هي ال contribution تعيد هول الأشخاص. هني جاز بهذا ال paper they are just reporting about it. هذه ال contribution الحقيقية لل paper. بس معك حق، لو بدنا ناخذها هي ال contribution فهي حسنت up to 40 gigabits per second. What is identified as a future work؟ عم بتقول هون they will focus on discussing peer-to-peer WD point-to-point WDM overlay specification as an amendment of Heidi series. It also expected that a further evolution of the optical access network that will be discussed in Kazakhstan. Okay. So, it all in the paper. Okay. Okay. Heidi, be in the paper. Okay. Towards the end. So, still. اوكي، ياب، اوكي، سو واضح، لكن مبينه في سكشن خاصة بهالموضوع، اوكي؟ غالبا مش حتلاقوها، وقت بتلاقوها بين السطور بقلب الكونكلوجن، بتكون شوي أصعب إنه تأكسترات، اوكي؟ وعلى ذلك فقط، يعني الزلمة اللي متابع كل شيء وهو خبير بعالم الـ NG-PON كان معه لما كنت صغيرة
عم بمشيها على يعني اللي مثلا اللي واكب ال 3 جي وحاول كان تلميذه يا دوب بالماستر عم يعمل بابليكيشن، لما نزل ال 4 جي لتس كان هو من الناس اللي فيهم يعملوا ريسيرش عن الموضوع، وفايس فيرسا اللي كان على ال 4 جي من اول ما طلعت كان فيه هلا عم يعمل سجستشنز بالانترناشونال كونفرنسز كيف لازم يكون شكل ال 5 جي يا جماعه. اوكي لازم تاخذوا هذا الفاكتور انتو بتزنوا شو هذه القصه وهيدي القصه، هو بيشارك بصناعه هيدي النورم اكيد مش لحاله، hundreds of researchers around the world بيكونوا عم يشتغلوا على الموضوع thousands okay. هو بيكون واحد منهم عم يساهم let's say هو معروف هذا من 10 سنين وجاي لما بلش الماستر تاعته بعدين بيجي وهيك هو بيشتغل على let's say الفيديو ترانسميشن على هدول القصص اوكي فبيقول لهم بدكم تراعوا لازم يكون في بقلبها هدول المواصفات فانتم غيرتوا هيدا الباراميتر حيأثر على الفيديو ترانسميشن انتبهوا له لتعملوا كومبرومايز كنت تعملوا هيك هيك اوكي سو في هي بيكيم ان اكسبرت ان ذا دومين بيقدر دائما يعطيك بين بوينتر على الـ على الـ على شو لازم يتحسن شو لازم يصير and so on and so on. Let me check up another so thank you حسن برافو. Let me check a more traditional مين بيعتبر حاله انه عنده more traditional paper ومستعد يتطوع لنقراها؟ Yes. داني؟ اوكي. Okay. يعني فيها like paperlets around 10 pages and more بيكون في بقلبها كلها هودي sections neatly واضحين دغري هين انه نحن نطلعهم. اوكي؟ okay. So LTE Advanced is the real 4G. So بعدنا كنا بنحكي عن الموضوع. That's fine, it's fine. I think this is the شو اسمه؟ عفوا؟ الpaper. Okay, let me check the first one. Okay. Okay. الاسبكتروم اذا ماني غلطان يمكن يكون هو المجازين تعيد اي تريبل اي اوكي 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 يس هلا عندي اسم اوثر ال سو وانس اجين هلا كل شيء بيطلع من عند الاي تريبل اي منه لا يستهان فيه بس السبكتروم اي ثينك انه اتس كايند اوف ان اونلاين ماجازين اكثر من انه هي مثل اي تريبل اي اكسبلور اللي هي المجله العلميه تاعتهم المحكمه اللي بيكون فيها ريفيوز اند سو اون اتس فاين ما كنت يعني كل هدول هن فرصه لالي لخبركم عنهم اوكي سو فدو نوت وري يو ار ليرنينج ذس اغلبيته مسكر يس يس هلا اللي في الواحد يحاول يجيبه طبعا لانه هذا التايتل اصلا مش ظابط بس انا يمكن اخذ اسم الاوثر اوكي يعني اذا حبيت الشيء اللي عم بيقوله في اسال حالي خاصه اذا هو عاطي ريفرنسز بالاخير بقول طب ما حرام انا ليش حاحرم حالي اني استشهد فيها ات سيمز منه عاطي هون ريفرنسز بس في يشوف اذا هو هي از ريسيرشر ان ذس دومين اوكي وحط اسمه حد العنوان هون اوكي سوري حاول شوف ذا اوثر نيم هلا باي ذا واي من ضمن التريكس اللي قلت لكم فيكم تبقوا تقرا عنا اي تيتوريال عن الهيدا في اجي اقول له مثلا بليز لجوجل بدي الفايل تايب يكون بي دي اف فصير حاول شوف انا كل شيء في بي دي اف فايل ذات ار لايك ايفينشولي داونلودبل موجود فيهم الشخص يس هلا هون ات سيمز عامل ريفرنس على نفس البيبر اوكي يعني انا جايبها من الماجازين بس بي دي اف دوكيمنت سو اتس ستيل نوت ا بيبر الحل الثاني كمان مثل ما قال ريان فيني روح على جوجل سكولر اكشلي حرجع اخذ اسم الاوثر واسم البيبر يا في روح شوفه على ريسيرش جيت اللي هو كاوثر اوكي يا اما في روح على scholar.google.com واكتب اسمه للشخص Once again انا بس اللي عم حاول اني اجيبه تكون purely scientific paper كتبها هيدا الشخص اوكي it's in IEEE spectrum once again 5G on a 4G yes انا في حاول شوف LTE fine عم تقلي اي وحده سوري measurement based study of handover improvement through range expansion and interference coordination I'm not sure if I can't هيدي هي اوكي على كل حال you got the idea ممكن يكون الشخص هذا ما بيعمل اصلا scientific publications ممكن يكون بس author عند الـ IEEE he's an engineer maybe he's a technology enthusiast عم بيتابع هلا ببين معي من البيبر اصلا يمكن بس عم يعمل لك overview على
ال 4 جي وشوفي بقلبه وهيك اوكي. سو في كثير ديفلوبرز يا جماعه بيشتغلوا بشركات هون مثلا بلبنان بتشوفوا على اللينكد ان على هامش شغله بشركه نتويز ولا بيوركس ولا كذا بتلاقي مثلا بيحط ارتكلز عن البلوك تشين عن كذا منا هلا هو بيكون حاطط ريفرنسز كمان بالاخير بس منا مرج يعني منا بيبر محكمه انا فيه استشهد فيها وبيقدر يغلط ثاني يوم بيقول لك ابديت سوري ما كنت عارف انه الشغله الفلانيه هي كذا كذا ما. اوكي سو منا بيبر محكمه متخصصين على الاخير ليت اس تشيك طريقه القراءه وشو طلع معنا فيها. سو واتس ذا تاكل بروبلم customers want more data at faster speeds to run more sophisticated applications. Problem faced by operators of carriers universally. Okay. It seems yes, a problem. Okay. هلا most probably that تكون من آلي مثلا somehow. Okay. بس مبين علي بعد ما بقراها مش محطوط الإصبع على scientific problem يعني على اوكي يعني مفروض يكون لو كان scientific paper كان حقلك واصلين لهون let's say and I'm willing to let's say enhance this part in the LTE okay يعني لا يوصلني لمحل يكون عن جد في عندي contribution okay yes it never ends absolutely 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 يعني واحده من القصص كاكزامبل ايه بس كاكزامبل زميلتكم هون بالبي اس بروجكت تاعها يعني ثابت اقترحنا عليها توبيك قالت ايه ليش لا بشتغل عليه كان هو فعليا في كومبيتيشن اسمها انجري بيردز كومبيتيشن مش انجري بيردز الجيم هي داير من دار الجيم فيك تعمل انت اكشلي تشوف اذا بتقدر تلاقي الجوريثم اي اي الجوريثم يقدر يحلها مثل ما بيحلها الانسان العادي بس جاست يوزنج ا ماشين الماشين هي اللي تاخذ الديسيجنز وتلعب الجيم وتشوف قديش الكومبيتيشن هي هدفها الناس بيروحوا بيحطوا الالجوريثم تاعولهم بدل ما يروحوا هن يلعبوا ريسيرشرز فروم اول اراوند ذا وورلد من 2012 لليوم كل سنه بيطلع مثلا 4 5 6 الجوريثم بيربح منهم 1 2 3 اوكي سو إذا بدك تشوف قديش كان كل بيبر تفتح تلاقي كل الناس خاصة تعول 14 و15 يحكوا عن كل شيء في بيبرز طلعوا قبل بكل سنة هذا شو عم نحكي عن شيء very very recent Angry Bird كلها على بعضها it's a recent game أكيد ما كان هالقد معمول عليها research قبل الكومبيتيشن تحديدا بلشت سنة 2012 وستيل قديش لقت بيبرز كل بيبر لتحكي عن شو في approaches ممكن يستعملوا ليحلوا ليش هن نقوا هيدا الابروتش ليحلوا وبعد ما طبقوا الالجوريثم كيف كان تطبيقه بعالم الانجري بيرز تحديدا اوكي وكيف شو طلعت معهم الريزلتس فاينلي قديش هن بيعتبروا حالهم منيح مقارنه بالاخرين لايك اتس تو ماتش ريدنج اتس تو ماتش ورك تو دو اوكي فاكيد منا هيدي بس هون المفروض يصير يقول لك لايك ليتس سي البروبلم انه يمكن بقيه الابروتشز وصلنا بعد سنتين ثلاثه من الكومبيتيشن تلاقي القراءات شو صارت عم تقلنا انه كانوا يقدروا مثلا ليتس سي كانوا اخذين الانفايرمنت تاع الانجري بيردز هو عم ياخذ صور ويحلل لك هلا وين بوزيشن سعيد كل الاوبجكتس كان ليتس سي وحده من الطرق ليعملوا ريكوجنيشن للاوبجكتس انه ياخذون اس بوكسز يعني يسموا بوكسز دير من دار كل الشيبس اللي انت عندك اياهم طب ما هيدا اذا انت قلت لي هون في اوبستكل بهيدي الزون هيك ريكتانجلر زون هون في اوبستكل هيدا بس ما يمكن هيدي لو انت بتعطيني شكل المضبوط انا بعرف انه اي هاف تو اتاك مثلا فروم ذس سايد مشان تقفز يطبوا على بعضهم اذا بتقلي هون كلها تساوي على بعضها في اوبسكل عم تغشني عم تنقص من المعلومات اوكي سو فقال لك واصلين لحديت هون اوكي والبروبلم انا هلا بدي احسن among others يمكن other things بدي احسن بدي فوت حتى بالايمج ريكوجنيشن الجوريثم تاعه لاقدر يصير عندي better visibility لانه لقيتها بالبريفيوس هيدا انه عم تاثر علي انا if I could tweak it then I could achieve better results بالايجنت تاعي Okay, so from Shane, we see the certain papers here, محددين على شيء. You will find a specific problem that is tackled in depth. Okay, وهذا حيدل ويقول لك أنا قدرت إني أعمل مع الإيمج ريكوجنيشن كذا كذا كذا. بس بعد في كتير من الشيبس من البوزيشنز من الكذا من السيتيوشنز مش عم بيخدون as a black box مش عم بقدر فوت بالتفاصيل تاعتهم وأعرف أنا to tweak my agent حتى ما يصير ياخد the right decision. So دائما في something to do. اوكي مثل ما في اصلا ذا بيست بلاير هيومن بلاير بالانجري بيرد بالحقيقه اكيد يو وونت هاف ذا بيست ايجنت بلاير اوكي او انه اوتوميتد بلاير اوكي هاو ذا
why it is important to solve أكيد by providing okay upgrading subscribers okay at the same price so that they can have faster data speed and better coverage okay so yeah, like فعليا اللي كان عم بيخترع ال LTE كان عنده هذا الهدف وكان مهم بيقدر ياخذ هذا as an argument هيدي البيبر once again it's a special paper لانه I don't think اني حاطين هون is the real 4G more network capacity faster data speeds and better coverage will come from LTE advanced mobile technology so بس بتخيل this article is part of the top tech to watch series from IEEE annual prediction of technologies so بس هو عم يحاول يشوف شو ممكن كان يطلع بعدين I don't think اذا بنحاول ننزل لجوا wireless specialists ال tech يعني حتى ما في sections و subsections so it's just one block مثل كأنه like it's kind of a blog ولا okay the last so yes okay ما عندك هيدي structure of a traditional paper okay so this is why حتحفظ إذا بتسمح لي على مراجعتها okay بعرف إنه you did your best مبين إنه like إنه أكيد you tried to make sense out of it مثل ما حسن كمان حاول يعمل حتى يمكن طلعت التاسك حسن شوي اهين مثل الفيوتشر بس كانت واضحه بسكشن لحالها اند سو اون هون حتكون القصص عندك اصعب اوكي سو منا هيني انه الواحد يطلع من هيك بيبر ذا ريكوايرد اليمنتس حكيت لنشوف مين في عندنا متبرع يس حمزه سوري اذا حدا رفع ايده هنيك ما انتبهت مؤخرا يس اوكي smartenergy.com an intelligent system for energy saving in smart home حطيت لي اللينك اوكي ثانك يو يا اوكي قدرت تحصل انت على البيبر itself اوكي جود سو ملاحظين هيدي من IEEE explore so it will be a journal هلا فينا كمان نحن ناخذ التايتل ونشوفها بس كمان لعلمكم كيف ممكن شوي تحلحلوا الامور اذا ما كان في عندكم حدا بين ايديكم. اكشلي هون في عندي كانه داونلود بي دي اف اي كان داونلود ات. اوكي ليت مي تشيك اوقات بترجع تاخذني على بيمنت بيج سو برجع بتراجع بس كانه ماشي الحال اوكي سو اي كود داونلود ات سو فيري 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 جود اوكي لو ما هيك كنت حاولت تروح على اللينكس الموجودين عندكم انتم بقلب شو اسمه على جوجل سكولر على جوجل عادي وبحط فايل تايب نقطتين بي دي اف على جينيسيس لايبرري دوت رشا او على اي ويب سايت ثاني انا بعرفه على اليو تورنتس اند سو سو كل الويب مشروعه طالما نحن ما عندنا فول اكسس هون بالجامعه او لتسرع شغلك من بين ما تقدر انت تحصل على الفول اكسس من حدا من الزملاء هون بالجامعه طيب سو ليت مي تشيك ذا بارتس من هون The tackle the problem هو ال energy waste مش هيك okay so you could maybe add a couple of words about it to specify further more the energy waste problem they are talking about لما كلنا نعرف حتى like ما بعرف maybe in electric circuits أكيد whatever you have resistors حيكون في عندك energy waste ولا in motors ولا in engines ولا in cities بدك تعمل انت small cities I'm not sure okay في كثير شغلات عن energy waste so شو هو تحديدا كان ممكن ينحط اكثر so هون فعليا ببين يمكن معي من هون انه increasing the usage of energy through the years resulted in a huge increase in greenhouse gas emissions and it's the main reason to reduce the wasting so شكله لكن ال energy waste in general بكل شيء بالحياه مش بس بشيء محدد بكل المدن وبكل البلدان بكل المحلات بكل اوكي سو ان هاوسز لكن اكثر شيء سو فعليا ايه نحن ما كثير قرينا التايتل حتى عن intelligent system for energy saving in smart home وهذا اللي انا من زمان وجاي كان طلاب يجي لعندي استاذ فيني اعمل انا سمارت هوم ابلكيشن اوكي كنا نقول لهم اذا بدك تعمل بيسك لايك اردوينو بيست سويتش بالب سيستم ما في عندنا شيء خطير اوكي يعني والله سواء بفوس على كيباد ليضوي لي يطفي لي او بدي افوس من التليفون او افوس من او يزقف يتفد بعدني عم ببعث لايك كوماند عم يقراها الاردوينو وعم يرجع يبعث لي الكوماند سو اتس ا بروجكت بيست ثينج بينما انه يشوف طيب هاو تو ميك ان اوتوميتد سيستم هو ياخذ ديسيجنز منه لحاله اوكي سو ذس ويل بي نايس بس
كنت اقول لهم كمان at the same time اكيد في كثير شغل معمول so far. So go ahead, search for it, look up for it, واكيد حتلاقي كثير شغل. فيك تشوف هن قديش متذاكين so far, لوين واصلين, فيك تشوف اذا فيك تكفي الطريق من بعدها اي ولا لا. اوكي سو اذا بدي احاول انا اعمل reformulation للبروبلم, over the last 20 years energy conservation has always been of a great importance to individual societies and decision makers around the globe. As a result, IT researchers have grown a great interest in providing efficient, reliable, and easy to use IT services which help users saving energy at home. So maybe like the problem, the intelligent use of IT systems, okay, or the use of intelligent IT systems to better save energy, okay, or to avoid energy waste. Okay, so زدنا كلمتين بس انا ام كويت شور هلا نفوت واقرا البروبلم تحديدا جوا بقلب النص اكيد حيبين معي تحديدا what they want to tackle. Okay, لانه هون it seems driven by this aforementioned motivation we developed هذا system, our framework for realizing energy efficient smart homes based on wireless sensor networks and a human activity detection. Our work is based on the idea that most of the user activities at home are related to the set of electrical appliances which are necessary to perform these activities. Therefore, we show how it's possible to detect the user's current activity by monitoring his fine-grained appliance level energy consumption. This relation between activities with electrical appliances makes it possible to detect appliances which could be wasting energy at home. Okay, so very nice. So, like an بركي في واحد يستوضح يرجع يتساءل the problem once again. يقول لك بدنا نعمل intelligent IT systems that are able to analyze, automatically analyze the activity of the users at home, okay, in order to avoid energy waste during the usage of their home appliances, okay. So كلمة تقرا أكثر كلمة توضح the problem أكثر. And I will be waiting for this very specific sentence بالأخير, okay. حتطلع بعد ممكن ستتوضح اكثر وتصير شاربن اوكي قد ما بدك. So our framework is organized in two components. On one hand the activity detection framework اكيد, ووحده ثانيه هي الانرجي ادفايزر. So في واحد ليعمل activity detection ويتذاكى يشوف من وين عم يتحركوا بيست على هدول المعطيات الفاكس, المفروض في عندي energy advisor framework. It will utilize هيدا الاكتيفيتي detection for the purpose of the recognition of the appliances. ومبين من هلا انا حالحق قبل ما اقعد اقرا هو كيف بده يشتغل. اذا اول كومبوننت هو عم الاوتبوت تاعه انبوت لثاني كومبوننت, مزبوط كلكم فايقين معي صحيحين عم تخيلوا الفكره. عم بيعمل كومبوننت عم بيعمل موف ديتكشن بقلب البيت للهيومن سبجكت, وبيس عليه عم بيقدر يشوف والله مثلا ليتس سي ضوى الضوء وراح اوكي لكن تعت فيه له انا الضوء او سمثينج لايك ذات. اوكي بس شو صار هلا السيستم تاعه صار في عنده تو لايرز, هو عم يعطي الانبوت من لاير للاير ثاني كلهم هو مبرمجهم. اول واحد هو فيه كثير مارجن يعني اكيورسي جابس شيء فلكن من هلا انا حكون ناطره وصلي له على اخر البروبوزل تاعيته على اخر الكونتريبيوشن بعد الايفالويشن لازم يحكي لي كثير منيح عن الاكيورسي تاعيت الموفمنت ديتكشن تاعيته اوكي او الاكتيفيتي ديتكشن قبل ما يقول لي كيف عم بيستعملها حتى الادفايزر يقول لي شو الباراميترز عم ياخذهم از ان انبوت وشو الاوتبوت اللي عم بيطلع فيه. I'm expecting this من بعدني عم بقرا بالابستراكت اوكي فذهني حاضر متخيل السيستم عم برسم رسمه براسي بعد بس ما فتت تقريب يا حيتركني على ظن انه يطلع البيبر مفشكله بعده بذلت فكره وبعده منه عامل شيء فيها واترك البيبر سكره وروح على محل ثاني شوف لي شيء بيبر فيها ريتشنس اكثر فيها معلومات اكثر من انا عم عن جد عمل الثيسس تاعتي على الهوم اوتوميشن يا اما هلاقي كل شيء بدي اياه ولاقي واو شغل ممتاز بس انه بلش بس عم برم انا وين في مجال لانا احسن actually to reproduce what they have done and to add on top to build on top of it. Okay, is it clear? Like بعدني بالابسك بس كل هدول concepts عايشين براسي. Okay, so حاجه نطلع على البيبر تاعيتك وشوف ارجع لهون. What has been already done to solve it? There are some related projects done before to solve this problem. مثل هيدا system, Think Home and Mav Home, and home energy saving through a user profiling system based on كذا 2009. Bravo. Okay. So, كريدر قدر يلقط انه في ثلاثة different systems that have been already done. وكمان بتفرجينا انه البيبر it's really good. I think
من البيبر اوكي لانه ليك طلع في عندك سكشن اسمه ريليتد ورك شايف ليش باول بيبرز كنا عم نعاني لانه البيبر ما كانت هي ساينتفك بيبر سو اجباريتهم انه يحطوا هودي الاليمنتس انا كنت عم استغرب اول ما فتت ليش عم تقولوا لي استاذ معقولي ما الاقي كل السكشنز معقولي ما الاقي كل العناصر هذول الاليمنتس المطلوبين بالهوم ورك لاقيهم بالبيبر مستغرب لانه يوجولي انا حطيتهم بيس على هيدي الكونفيدنس انه اكيد موجودين بكل البيبرز So related work عم بيحكينا هون عن ال 14, 9 and 15 three different references شفتوا هون وين النين؟ لأنه واحدة بس عم بيخبرك عن السنة الدراسة واحدة بس أفهم جرديس عم بيتنبأ وين رايحة تسجلنا البيبر هلا بنشوفها هلا بنشوفها انا وياك بس يوجولي اللي نحن شفناها وحده كانت مثلا مجازين مجله اوكي هي مجله تكنولوجيا اكيد مش مجله سيده دي اوكي هي بس مجله تكنولوجيا اوكي بس ستيل مثل كانك عم تقول بي سي وندا احترامي لك اوكي بس انه سيده بتعنى بغير مسائل يمكن اذا حدا بيشتغل بالتجميل وهيك بيروح بياخذ شيء مقاله من هنيك تبع حدا اختصاصي بالتجميل بس نحن بدومين نحن مش حنقدر نفس الشيء في سي 1 بس ما تيجي يقول لي والله ايش عارفني شركه اي بي ام عم بتصنع ثلاثه سيرفرز من هذا النوع بتنزل عليهم الداتابيز الفلاني فلكن انا مشان هيك قررت استعمل هذا الداتابيز اتس نوت ا سوليد ريفرنس الداتابيز بترجعنا اوكي بس ألسفير سبرينجر اي تريبل اي اكسبلور كل هدول المجلات العلميه المحكمه هدول اكيد فيك تجيب منهم عن اي موضوع بدك اياه على اكيد حتلاقيه بقلبه كل هدول العناصر اوكي So, هون كانوا في أكثر من هيك related work ما بعرف إذا حمزة أنت اخترت من بيناتهم؟ أوكي لكن أنا بقول most of the researchers for example فلان وفلان وفلان have started by following the classical approach of building automation where automatic control of home appliances is directly applied in order to save energy and achieve user comfort لكن I think من دون ما يعملوا بيقصد هون عم بيلمح أنه من دون ما يمروا بالphase activity detection لا يشوفوا انه ما صار له يومين بطل حدا اجى على البيت فكان عشان نعمل سفرين او اتفر او شيء سو في ناس اكيد حيتكلوا على انه حيحطوا شيء سنسر على البيت انه مين فات مين طلع ويحسبوا كاونتر كل بنقصوا كل ما حدا ظهر وبيزيدوا فانه اذا صار الكاونتر زيرو صار اكثر من هيك اكيد الناس سافروا سو في كثير طرق هو عم يعمل اكتيفيتي ديتكشن ان ريل تايم لحتى اذا واحد طلع من غرفه لغرفه وقطع خمس دقائق يطفي له من ورا سمثينج لايك ذات اوكي سو بس لاحظ كيف عم يبني الارجيومنت إيش حدا قال لك لو حدا عامل هذا البروجكت لو ستودنت اجى هون بيعملوا اوقات بيو لهذا البروجكت بيعملوا شيء كثير حلو بس لانه مش عاملين ستيت اوف ذا ارت وشايفين شو في سيميلر اكزيستنج ابلكيشن دي وونت بي ايبل تو فاليو ذا ورك مش حيقدروا يقدموا بطريقه اون وان هاند علميه اون ذا اذر هاند ذات ويل فاليو ذا ورك ذات ويل جيف ات اتس تفاجئك محل من الاعراض اوكي okay? عمل كلاسيفيكيشن لكل شيء في ابروتشز بالحياه هيدا هون هيدا هون هيدا هون انا هون اوكي okay? انا هيدا محل من الاعراض Yes, absolutely. So عم تتعلموا كمان لكن بدول هلا بالديسرتيشن درافت اللي حتعملوا باي ذا اند اوف ذا سيمستر لازم يكونوا موجودين، انا هالبارت اصلا للطلبه الوحيده، the related work. اذا بدي اياك تكون عم تعمل readings خلال السيمستر كل شيء في related work كون من هلا خالص منه فيرمو، حكي عنه ب 15 20 pages maximum، اوكي؟ وتقدم لي باخر السيمستر تعمل فيه ديفرنس، بتقول لي بيس عليه انا هلا كنت مفكر حاعمل هيك ورجعت اكتشفت هيك، كنت مفكر كل ما بتقرا كل ما بتصير تكتشف قصص كل ما حتصير تعمل ريفاينمنت للكونتريبيوشن اللي انت ممكن تعمله اوكي وباي ذا واي حتى لو كان ما صادر عمل لك فكره الاستاذ ساعد قال لك روح شوف اي شيء بعالم هوم اوتوميشن يمكن ما عندك فكره ولا هوم يعني ولا اكتيفيتي ديتكشن ولا شيء بلاش تقرا انت عم تقرا ال 14 وال 9 وال 15 وتشوف انه بيسك اوتوميشن تقرا كذا وكذا وتشوف انه عمل اكتيفيتي ديتكشن بس على الدورة تقول طب ليش ما بنعملها ريل تايم كذا 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 سو باي ريدينج ذا اذرز يو ويل اولسو جيت انسبايرد To have a clearer idea about that, you can contribute yourself. Okay. غير إنه أنت وكمان عم تقرأ عم تستذوق كيف هو بيكتب عم طلعت طرق كتابة بالإنجليش ستايل. القراءة فيز كتير 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 مهمة. بس مش مفروض تستمر للأزل. حنوقفكم قبل المتر لتكتبوا proposal وبآخر السيمستر لتكتبوا state of art. وبعدين على كفالتي أي حدا عمل هدول من قلبه.
regardless شو العلم حيكون ضامن an excellent master thesis. Okay. So one of the first attempts to realize energy savings in smart homes was the neural network house. Okay. So شكله حدا استعمل neural network. بركي ليتعلم هات لنشوف بركي حكى عنا أكتر. Motzer and Flynn have developed the egg system, which is able. أنا عم أشرب الأسبوع بس أنتم مش عم تشوفوا أنا من عم بقرأ. Which is able to control the environment in a way which realizes the user comfort while minimizing the energy consumption. A wide network of sensors has been deployed to monitor different environmental parameters such as temperature and brightness, in addition to the motion of the user. Okay. Okay. So they deployed sensors. They show فدش حرارة الغرفة. إذا أصلا حرارة معتدل ما في داعي لشيء. الحرارة ما نزابطة في شوب كتير. بس ما في حرارة بالغرفة كمان ما في داعي نور الـ AC. أو حرارة واطية كمان. Okay. Below اللي هو set by the user profile. And so on and so forth. هلا إذا ما هدول أربع سطور ما شوفوا القليلة وفهمت عن جد موتسر ورفاقه ETAI اختصار من اللاتيني ورفاقه أوكي سو موتسر وزملائه عملوا هيدا إذا ما ارتويت أنت من هدول ثلاث سطور لتفهم موتسر ورفقاته شو عملوا you can go google the paper itself مبين شيء عملوا شيء لذيذ أوكي you can get a better idea هلا ما فيك تكفي هيك للأزل لأن يمكن موتسر عم يستشهد بواحد تاني وواحد تالت وواحد رابع سو أي متى بتوقف أوكي سو كمان مثل ما قلنا مشان هيك تحط لكم سلايد لايك اتس اي ماب اند ديوز الجوريثم أوكي برانش اند باوند برانش وسع البيكار شوي رجع حاول انك تلخص أوكي لو تلاقي واحد اثنين ثلاثة كلهم عم يشتغلوا مثلا موتسر حيستشهد بكثير ناس شغالين على نيورال نتورك أوكي يمكن يشتغلوا على أساس كنترول مثلا لمصانع وهنا لحال المصنع لما يشوف كثير صنع باكجز وصار المواد الاوليه وصار في كثير عشقه بالستوك يخفف تصنيعه اوكي بس مش حروح اقرا هيدي البيبر لانه صار عم نحكي عن التصنيع مزبوط هو عم يستشهد فيها مشكلته انه في هيك لا ما في يروح كمان انا اللي هي اللغه اللي اقراها واستشهد فيها والا هي حصير فود على الكنترول على المسار بتصير غير محل اوكي اذا فوكس خلص بوقف عند هذا الشخص يشتغل على الهوم كنترول اوكي از ات فاين think home هو في two papers بيحكوا عنه and Mav home في paper واحدة are two other examples where intelligent automatic control based on sensor data processing has been applied to achieve energy savings. على كل حال لاحظ كيف في بعد في other projects 17 and 16 اسم الله الزلمة مش مخلى شيء مش حكي spotlight it's another system Kazas it's another system عنده ويب بيست انترفيس والى اخره والى اخره هلا هون مفروض ليك طلع اي سبوتد يا جماعه انا بقرا بسرعه شوي سبوتد ان اور ورك انا هي البارت عم بقرا عليها لانه قبل ما اوصل على ان اور ورك بدي اشوف اكيد منتقد الاخرين قبل ما يقول ان اور ورك شو بيعمل اوكي سو ما بتتركنا هيك على غمقنا اوكي بتقول لنا والله فلان عمل هيك فلان هيك فلان عمل هيك نقطه ماي كونتريبيوشن شو دقيق كيف طب ليش شو ما حلنا من شو بعده اللي ناقص اللي فيه؟ So this argumentation part اللي هي كمان جزء من هذا الكورس كثير مهمة، تقول لي تعمل analysis تجمع فيه comparative analysis يمكن يطلع معك one single table، اوكي؟ في كثير ناس طلعوا هذا التيبل من الريسيرش ماثيز كورس، بصير يحط لها مثلا لسه بده يعمل translation للcommunication in real time، يقول لك في شيء بلوتوث based، في شيء جي اس ام based، في شيء دغري بتلاقي عامل لك classification هون في approach 2 3 هون في كذا، هون المشكلة لازم يكونوا قاعدين مع بعض مثلا على جوجل ترانسليت فيس تو فيس هدول فيهم يكونوا على 15 متر بين بعضهم بلوتوث جي اس ام منا عملية لكن ما في الا فويس اوفر اي بي ريل تايم ترانسليشن اوكي سو طلع من هنا خلاص هو عارف كثير وقت قبل ما يبلش الماستر فيس تبعته صار عارف حاله يعمل كذا اند ذي ونت تو كومبيت وذ ذيس كايند اوف نيد يعني هي الفيشن سو يا ذي ويل ابوند ذا بروجكت يا اما ذي ويل ادجست يا اما ذي ويل كومبليت ات شوفوا شو بدهم يعملوا بس هذا التلخيص تشوف انت كل شيء معمول in the sake of the art, it's really worth it. And you'll be doing it as soon as you finish your proposal. يعني حتى اللي خلص اعتمد على الموضوع شافني هيك على الهامش الحصة قال لي عنه شفهي وقال لي الاستاذ الفلاني اللي هو ثقة وكذا وثق لي 100% على المشروع في بس يتاكد مني سريعا انه اتس اوكي وما ينتظر للمتر اللي يبلش قراءة ما ينتظر من هلا ليبلش الفيز نمبر 2 في من هلا يروح يبلش الفيز نمبر 2 على الحالة اللي هي readings on the state of the art انا ليك قديش بدك وقت لتطلع هيدي السكشن هيك الصغيره اوكي بس طبعا حتكتبها
على رواق وتحط سكرين شوتس وتحكي عنها. يعني هون يكون معه بيبر كل البيبر 10 صفحات ليحكي عن ريليتد وركس اللي هن 16 ريليتد ورك او 10، هيحكي جمله جمله عن كل وحده. بس انت لا، اذا كل شغله تكتب عليهم between 15 12 اقل شيء 15 and maybe 20 pages سكرين شوتس وتخبرني عنهم in terms of price وان terms of openness وان terms of كذا. كل خذ ريحتك، انت معك مجال مايكرو لك، بس تخبرني عن الريليتد ورك بهذا الكورس. اوكي سو لكن قبل ما نوصل لهون، لانه ليش انا كملت، لانه صراحه لقيت عند الكل مش حاطط لك ديس ادفانتجز، وهذا شيء حلو منيح انه ما بيستعمل كله بالتسارع. اوكي انا اول واحد بستعمل الجوجل نتورك، ثاني واحد عامل كذا كذا، ثالث واحد مستعمل سنسس، رابع اوكي مش عم بيخبص، مش عم ينتقل من واحد لبعض، حاول يعمل كاتيجورايزيشن. لاحظتوا كيف هودي الاثنين حكي عنهم مع بعضهم؟ يس. يعني هون شو اسمهم هدول الشباب؟ ثينك هوم اوكي وماث هوم، شكلهم ار تو اذر اكزامبلز ذات اوكي سو حطهم مع بعضهم. يعني عمل عنك الكلاسيفيكيشن عم بيقدمهم قبل ما ينط على الكونكلوجن، اوكي قبل ما يبلش يختم ويعطيك هو الهلا. سو في هون اي ثينك بعد عم بيحكي عن نفس الاوثر، they built بلا بلا بلا، they detect مدري شو based on this activity model. ها ولاحظ كيف تدريجيا اجى من الناس اللي كثير بعاد عن شغله للناس اللي اقرب شيء على شغله. اوكي وهيك اصلا هو كان عم يطور الفكره. يعني لما لقى حدا عامل نيورال نتورك بيست كذا، يعني والله في انا عامل كذا، يمكن راح وكتب كيوردز نيورال نتورك كان، يمكن راح هو كتب ماشين ليرنينج الجوريثم فور هوم اوتوميشن، عم راح حدا هذا البيبر تاعي لي ورفاقي. اوكي سو ذي ديفلوب ذا سيستم ويتش از ايبل تو ديتكت ذا اوبريتنج مود اوف هاوس ابلاينسز A machine learning algorithm is used to detect the current operating mode. Furthermore, the authors built an activity appliance model which is relating each activity to the set of appliances. They built a blah blah blah. Based on this activity, they detect the current activity blah blah blah. The main disadvantage, haha. لما اقول لك بكره بالبروبوزل اكتب لي باك جراوند واكتب لي على البروبلم وايت بشكل الاخرين، يعني the future work of the اخرين. اوكي بس انه انت اكتشفت انه actually the main disadvantage of this work is the lack of adaptivity. اوكي طبعا يمكن منه واضحه الجمله فحيفسر لك اياها. اوكي so the system cannot adapt to the user behavior. اوكي this means بعد لقك انه انت اكيد ما فهمت عليه لانه بعده غامض الجمله. This means the activity appliance model is fixed and the system cannot learn it from the interaction with the user. In our work, هون بقى بتجي البروبوزل تاعيتهم. اوكي سو مبلش مبين عم بمهد للبروبوزل الكونتريبيوشن تاعيتهم من هون تفيك تاخذها. سو حنقراها من هون نروح نشوف اذا لقطها مضبوط. In our work, we use an interactive approach in which the user periodically reports to the system what activity he is currently doing using his smartphone. Okay, so by the means of machine learning and sensor readings, the system learns which appliances are related to which activity and predicts the user current activity based on the learned model. The interactivity of our system makes it able to adapt to different users with الشيء اللي ما كان عندهم اياه قبل. It seems convincing. It seems عن جد عم بيحلوا المشكله اللي كانت موجوده بالسيستم اللي قبل. ما علينا الا ان نقرا السيكول، اوكي؟ ما يلي ونشوف اذا عن جد to which extent they solve this problem. منك مبسوط بالشغل تاعهم على الاخير، then you will have your own window for contribution. حيصير معك مجال للاضافه. اوكي؟ سو هات لنشوف بس هلا لنرجع انه عم نصلح الهوم وورك. So why the similar related work are not sufficient compared to other work? This work avoids to put any analysis burden on the user's side. This approach provides
حبيت كثير لاحظ كيف قال الأشياء with his own terms حمزة. Okay. This approach provides a real-time feedback in the form of short messages sent to the user's smartphone informing him about or her about any ongoing energy waste. The system has the property of being adaptive and interactive. So, حتى بالوحيد أنا حبيت أنه أكيد مش هالجملة مش أنت كتبها أنت علي ولا في مش هيك. So, بس good. Okay. أريد عامل أفر بس العتب الوحيد أنه why the similar related words were not sufficient. كان بس لازم يقول لي أنه let's say ما فيها they were not adapted adaptive and interactive. It means أنه ما فيها كذا كذا مثل ما هو وصفه وشرح. Okay. Without jumping to the contribution لأنه وقال لها حتصير هال part و هال part redundant مع بعضه. هلا it's not a big deal. أنت لما عم تقرأ أنت it's fine بس to force yourself, okay, to clearly state in your mind شو اللي كان ناقص قبل and then to clearly state in clear terms شو كانت الcontribution. هون مدموجين شوي مع بعض يعني قال لي دغري قال لي compared to other works this work avoid كذا كذا. So already عطاني شو الحل. المفروض يكون the other like the previous work suffered from the lack of adaptation to different contexts. نقطة بس. أتمنى يعني إذا بتقلي ولا مثلاً let's say the user activity detection system ما كان adaptive مش عارف شو أعرف إذا بتحاول تقول for example كذا بصير أوضح الخبرية. Okay. So it's good. هلا once again هدول إحنا ما حد حكيته هذا الشغل لنا هذا الشغل أنا بس كنت أفاجئك إنه كيف اللي هاي شيء منيح عملنا نشوف إنه papers من وين نجيبهم كيف نقرأهم أي روح ولا كما you're wasting your time فتتوفر energy لازم السنسر استعمالك يكونوا فايقين و you are parsing the فتطلع هذا الانس constantly wasting the dream of time. Okay. هلا بعين كمان الثقافة بعين الشيء اسمه الشاطرة بدك تكون عم تقدر أول ما تحس البيبر حيلت عن الموضوع الأساسي تاعك أو صارت شيء من الماضي أو أنت قطعت واحدة أحسن من الماضي just skip it سكرها وترجع تنتهي على تحاول تبرهن على شيء ثاني more specific more into your domain and so on and so forth. Okay. يعني مثلا واحد عم يحكي عن ماشين ليرنينج ان جنرال ولا هيدا البيبر بسمي ماشين ليرنينج فور هوم اوتوميشن مش لازم يفوت فيها يعني بعد. اوكي ليش لانه استاذه قال له روح شوف في شيء ابلكيشنز للماشين ليرنينج بالحياه عم راح قال ابلكيشن اوف ماشين ليرنينج ام ام حاطط هيدا البيبر ابلاي ماشين ليرنينج اوكي ابروتشز فور بيتر هوم كنترول. اوكي خلص بيقراها من بعيد لبعيد ما بده يفوت فيها يعني بعد. اوكي والاس شون ان ذا ورك اوف مثل مين صار ماشين شو اسمه ان انرجي ويز كنترول لا اول جمله بيقدر يكتبها بالانترودكشن ليش لانه هو حاجته كانت يفرجي اهميه ماشين ليرنينج بالحياه. اوكي فلا اول ارجمنت بيروح يجيب واحد ثاني بعد ما كان لاقي ماشين ليرنينج كمان بيعمل التكست اناليسيس والكمان بيعمل البرودكت سجستشنز بيعمل الفرنشيب سجستشنز على الفيسبوك بيجيب 10 اكزامبلز يمكن تمام عمره وقت كثير ضيعوا على هيدي ما تنسى هو شغله وين على ماشين ليرنينج فيمكن الكونتريبيوشن تاعته كان شيء الجوريثم الماشين ليرنينج غيره شيء فهو شغله بغير محل منه بالهوم اوتوميشن. سو دونت ما شو بيقولوا ما نضيع البوصله. اوكي سو اتس اوبليجاتوري حمزه كنت اون ذا رايت تراك الشباب فهمتوا النص تاعولكم كثير منيح بس البيبرز ما كانوا مساعدينكم 100%. اوكي اتامل باقيينكم استفادوا من هذا الشيء وار غانا كونتينيو ويت بركي اون وينزداي بس بليز ما تنسوا المين تاسك تاعنا نشتغل على البروبوزل تاعكم. اوكي فطبقوا ذا سيم ابروتش اون اول ذا بيبرز يو ار ريدينج. الجمعه في عندنا اكسترا سيشن ان شاء الله ايه باخر الدوام بركي بناخذ قلتوا لي انتم من 3 ونص او من 3 الى 4 ونص شيء هيك من 4 ونص ل 6. اوكي 4 ونص ل 6 فعليا. اوكي ان شاء الله يعني انت حضرتك يعني هو اكثر البروبوزل شو بدي اقول لك بكره فرجيكم اياها يعني ان دبث اكثر بس هي سمثينج مثل هيك يعني بعد الطلبه اللي هيك بدي اقول لك
قالوا لي اذا هو صف مع ميس الزهراء لاب لاب فقالوا لي انه لاب بيفتح تو سكشن فانه فيكم تعملوا تطلبوا استثناء بس هالاربع خمسه اللي عندهم لاب على لاب ونص وستة وحدين هذا الكورس فيهم يطلبوا استثناء من الاستاذ انه بيز انا نسيت انا في اطلع معكم على الستة تحضروا مع بعض الستة نفس مع بعض بالماضي حبيبي كيفك؟ فرايداي 4 ونص 6 اللي هو اللاب عندي عم قلن فيهم كمان لا والله انا 4 ونص 6 وطلعكم انا بايدي لعند الاستاذ المختبر نعتذر منه ايه مختلفين عن بعض اوكي صحيح حلقه اللاب يعني هلا في حاول انا اعمل شغله بس انا قربت بدي اشرح شيء جديد مثلا ففي يكون شيء جديد اذا هل اسبوع هاي اكزاكتلي في الفايل انا بعمل حصه لك انا بعدني عم سجل عشان اذا ما